تقدم القوات المسلحة خدمة الاستشارات العلمية والتكنولوجية للمصانع والصناعات التي لها أثر تلوث بيئي من خلال تقديم الدراسات العلمية والحلول للمشاكل الصناعية والكيميائية. يأتي ذلك في إطار دعم القوات المسلحة لكافة أجهزة الدولة المعنية وتحقيقا لأهداف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية، تقنيات وأساليب علمية متطورة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والحلول العلمية الفعالة للمشكلات البيئية المختلفة ومعالجة مشكلات جودة المياه وتطوير المنتجات الكيميائية والمعملية والصناعية. المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية شريك حيوي لتحقيق التنمية المستدامة لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة. في إطار دعم القوات المسلحة لكافة أجهزة الدولة المعنية وتحقيقاً لأهداف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27 والمتضمنة مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية من خلال التخفيف والتكيف، تم افتتاح المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الإعلاميين. ويهدف المكتب الاستشاري إلى تقديم خدمة الاستشارات العلمية والتكنولوجية وتقديم الدراسات العلمية والحلول للمشاكل الصناعية والكيميائية للمصانع والصناعات التي لها أثار تلوث بيئي، وإعداد الدراسات ما قبل الإكلينيكية للأدوية واللقاحات ودراسات إنشاء المعامل البيولوجية، وذلك بعد تطبيق نظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء طبقاً لمواصفات الأيزو العالمية. وألقى اللواء أركان حرب عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإدارة الحرب الكيميائية للارتقاء بمنظومة العمل البحثي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم والمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية جمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة 2030. كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير الدولة لشؤون البيئة كلمة أشارت خلالها إلى أهمية التنسيق مع إدارة الحرب الكيميائية في معاونة أجهزة الدولة في فرض الالتزام البيئي والتعرف على ملوثات البيئة المصرية وإيجاد الحلول المناسبة ومواجهة أخطار التلوث الكيميائي والإشعاعي والبيئي والتغلب على الآثار الناتجة عنه. وفي ختام الفعاليات قام الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة بتسليم شهادة اعتماد المكتب الاستشاري لمدير الحرب الكيميائية. تلا ذلك قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتفقد معرضاً للأجهزة العلمية في مجالات العلوم المتعلقة بالتحاليل الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية والبيئية لتحقيق الاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا مما يسهم في تطبيق معايير الحفاظ على البيئة.